فريق مصري كسر رقم قياسي أو سجل رقم قياسي في السباحة. فريق مصري مكون من 100 سباح وسباحة من أعمار مختلفة، من خلفيات مختلفة، من 15 سنة لحاجة و60 سنة، طلبة، فنانين، أصحاب شركات، تخصصات كتيرة جدا. الحقيقة إنه الفريق قدر يكسر الرقم القياسي اللي كان محققه قبل كده فريق إنجليزي مع فارق أو فوارق لصالح الفريق المصري. سباق تتابع 100 في 50، 100 سباح وسباحة في 50 متر، لقطة الكل كان في حالة سعادة بيها وفضول، هو إيه اللي جاب الممثل أحمد حاتم مع السباحين دول؟ مبروك، ألف ألف مبروك. هقول لكم اللي أنا فهماه وأنتوا تصلحوا لي الأخطاء. طيب. المية سباح وسباحة اللي معانا كسرتوا رقم قياسي كانوا عاملينه 100 سباح إنجليزي قبل كده. تمام. بس الفرق إن أنتوا ولاد وبنات، عندكوا معاكوا أبطال أولمبيين وأبطال بارالمبيكس، ومعاكوا كمان ناس من خلفيات مختلفة. تمام. مظبوط. وأعمار مختلفة من 15 ل 62 سنة، كابتن نبيل وكابتن كارن أزهر واحد. الأصغر كارن؟ لا كارن. كارن ورا. أهي. أنت فين كارن؟ أنت أصغر واحدة. 15 سنة. صح. في سنة كام؟ جريد 9. 9، خليني أحسب يعني. ثالثة إعدادي. كارن أنت أصغر واحدة. عملتي إيه مع العتاولة دول؟ ها؟ كانت واحدة. لا لا يعني اثبتي وجودك. الاكبر في التيم. ايوه. كم سنه بالظبط؟ حيفين عينكم. هو لسه كسر ال 60 من حبه. 62. لا شباب. 62. السؤال اللي انا مش فاهماه، انا بعمل هنا؟ ايوه. هو ده بالظبط يعني. انتوا كلكم غير منطقيين. احمد حاتم. والله ايمن اهو كان معايا في نادي الصيد. كابتن ايمن. في اهلا يا كابتن. فريق السباحه، بس هو اصغر مني كتير يعني. فكان شافني وانا بعوم في الاخر خالص، فافتكر بقى، افتكرني. ايوه انا عارفه ان انت بتعوم او كنت بتعوم. بس يعني ما جاش يعني، وشفت صورك طبعا وانت في تدريبات السباحه زمان وانت صغير،
سمعتش من نادر ان انت سباح سباح يعني. لا لا كنت سباح سباح، عملت كل حاجه وقتها يعني، وعمت طويله وعمت في النيل وعمت في البحر و يعني خلصت كل حاجه، بس خلصتها بدري يعني، انا خلصت 15 سنه واتجهت الفن بقى. درست. طب يا كابتن ايمن قولي الحقيقه، يعني جبته عشان مهارات والرياضيه ولا لا؟ لا طبعا مش محتاج مهارات. كنت واثق فيه وكنت متاكد ان هو هيعمل احسن ما هو متخيل، ويعني يمكن برضو مع الاورجنايزر الشباب منظمين كنا مش عارفين نحط له كام بالظبط، رقم كام، قلت لهم يعني محتارين نحط له، عشان حضرتك عارفه ان يعني هو رقم عشان نكسره، فلازم نحسب كل الارقام الناس كلها. لا مش عارفه يعني. فايتس فيري كريتيكال ان احنا كل واحد نكون عارفين رقمه بالظبط. فاحمد بالنسبه لنا كان مش عارفين يعني، طب. هو بقى له فتره مبطل مش عارفين فراهنت عليه الصراحه، وقلت لهم يا جماعه يعني كنا حاطين له مثلا اكسبكتنج ان احنا هنجيب 35 ثانيه. ايه ده؟ قلت لهم يا جماعه لا لا قلت لهم لا انا واثق فعلا ان هو هيعمل احسن من كده بكتير، ويعني يعني تحت ال 30 وما شاء الله جاب 27 سنه. تمام. هو انتوا كل واحد عمل ثواني كده ما بين 20 و 30 مثلا، ولا الافريج كام ثانيه؟ ما بين 20 و 30 طبعا، بس هو احنا ثانيه ممكن تودينا في منطقه ثانيه خالص، وثانيه طبعًا. ممكن تخلينا نكسر الرقم. الفكره ان يعني ال 100 سباح اللي عملوا رقم قبل كده هو رقم توتال، وبعدين بنقسمه على 100 فور ان افريج. فاحنا طبعا لان معانا ولاد ارقامهم الرينج بيبقى مختلف عن ارقام البنات، عن ارقام كابتنز البارالمبيينز اللي معانا، فاحنا كنا كايند اوف بنقسم كاتيجوريز ونكسبكت ارقام معينه، وده طبعا كان بيساعد ان في ناس كتير لسه بتلعب. احنا عندنا ناس كتير كانت عندها باس اتشيفمنتس قبل كده، في ناس زي كابتن وليد عبد القادر كان في اولمبيك سنه 2000 واخد ميداليه فضه وعدى المنشا اربع مرات. كنت عامل تقريبا 18 سنه واخدت ميداليه برونز في اولمبياد اتلانتا 96 شهور. فكرني المانش ده طبعا هي قناه ضيقه ما بين انجلترا وفرنسا، هي قد ايه المسافه؟ هي تقريبا 27 ميل مع يعني الميل تقريبا يعني ترجمها حاجه 40 كيلو بس مع الطيارات والتاير يعني تخش في حاجه 50 كيلو.